السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد الكيك اللي صحيه 100%، ما فيهاش دقيق الابيض يعني فورس، كتجي معلكه وماشي رائعه، اكثر من رائعه. غادي نقطع لكم من طبيعه الحال باش تشوفوها من الداخل كي تجي. بسم الله. شوفوا كي تجي رطبه وطايبه، كنتمنى تجي عاتكم بلي لايك والبارطاج باش تعم الفائده على الجميع، وباش الفيديو يتشاف وشي تعليق زوين اولا شي قليب ولا اللي كان، ونمشيو المقادير وطريقه التحضير. غادي نبداو في المقادير. عندنا ثلاثه البيضات. بالنسبه للبنات اللي دائما كيسولوني على شحال البيض تيكون فيه، على حسب. المهم هذا البيض اللي عندي انا اليوم راه كبير، كاين اللي فيها 69 وكاين اللي فيها 70، على حسب. ثلاثه البيضات يكونوا من الاحسن على درجه الحراره الغرفه. اليوم هذه الحليوه اللي غادي نديروها صحيه 100% وسهله بالنسبه حتى للخدمه ديالها. غادي ناخذ البيض ديالنا وغادي نديروه في الكاس ديال العصير. عندنا نص كاس فيت شويه ديال زيت الزيتون، يمكن لكم ديروا زيت العاديه، ولكن الا بغيناها تكون صحيه اكثر غادي نديروا زيت الزيتون، ومن الاحسن ما يكونش مجهد، داك اللي تيكون مجهد تيكون ماشي زوين. عندنا واحد المعلقه صغيره ديال القرفه للتنسيم، كتجي زوينه، رشه ديال الملحه، وعندنا واحد الخنيشه ديال الفاني، كاس ديال الحليب، وبالنسبه للتمر عندي 15 تمره، وهاد التمره عندي صغار ها نتوما. وباش نكونوا متفقين 100% غادي نعطيكم العبار، باش واخا تكون عندكم تمره كبيره اولا صغار من هذه، المهم هاد التمره راه صغيره. بالنسبه للعبار عندي 135 غرام ديال هاد التمر بلا عظم، محيده ليه العظم وعبرته 135، وعندي 15 وحده، يعني دائما التمر كنديرو الفرد. غادي نحط كلشي هنايا من طبيعه الحال، راه كنغسلو كنشفو وكنحيد ليه العظم ديالو. صافي دابا غادي نطحن كلشي. غادي ندير الطحانه. هاد الحليوه غتعجب الكبير والصغير وكتجي بنينه بزاف. حاجه وحده اللي ما زدتش هي العسل، غادي نضيف تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال العسل، اولا يمكن لكم الا خفتوا يكون لكم حلو بزاف خليو العسل حتى الاخير باش غتزينوا به. هادشي اللي كاين، يمكن حتى انا غادي نخلي حتى الاخر تنشوف. واحد النقطه اللي غنشير ليها، هاد الكيكه راه غتجي معلقه بهاد التمر، راه التمر كيعطي واحد التعليكه زوينه. صافي غادي نبداو نطحنوا. بسم الله. صافي ملي تخلطات مزيان غادي نحيدها. غادي نوضعها في هاد الاناء، غادي نضيف معلقه دابا ديال العسل، وحده غادي نخليها من بعد. الا ما بغيتوش التزيين بغيت تخليوها عاديه ديروا جوج معالق، وعلى حسابكم نتوما. هاد الكيك كتبقى على حساب الحلاوه، واش تبغيو الحلاوه بزاف ولا شويه. صافي كنخلط. صافي غادي نضيف الطحين. بالنسبه للطحين، الطحين ديال القمح الكامل اللي حيت ليه شويه ديك النخاله اللي ستكون غليظه فقط. نديروا الكاس الاول. دائما الطحين، واخا نعطيكم القياس بالنسبه للبنات المبتدئات وبالنسبه للولاد،
دائما واخا نعطيكم القياس عينكم ميزانكم دائما تديروا شويه بشويه، ما تجيوش وديروا كلشي في مره واحده. ناخذ الكاس الثاني، هي راه سهله في التخلاط ما كتصورش، وكتجي بنينه مع القمح. صافي غادي نضيف ليها الخميره، غنجيب باش نغربل دائما الخميره خصنا نغربلوها. عندنا 16 غرام كما تتعرفوا الطحين ديال القمح تيكون شويه ثقيل ماشي بحال الفورص، ما كيطلعش بزاف. بالنسبه دخلات ليا جوج كيسان فقط، بالنسبه لهاد نص كاس ما غنضيفوش، تقريبا دخلت ليا ديك 200 غرام. اولا 220 غرام بحال هكا. صافي غادي نجيب المول، شديته ودهنته، نسيت هيا حدايا واحد المعلقه ديال الخل ضروري ما نديروه باش ساعدنا باش يرتفع هاد الطحين. نسيتو جاب الله حاطه قدامي. صافي ها هو المول دهنتو، اما دهنو بالزيت اولا الزبده اللي بغيتو. صافي وغادي نحط الكيك ديالي. غادي ندير شويه اللوز الفيلي، ويمكن لكم الا بغيتو تخليوه هكا يمكن لكم ما كاين حتى شي مشكل. بالنسبه للفران على حساب الفران ديالكم، الا كان تيسخن بزاف ما تسخنوش، ولا كان على مود باش كيسخن غادي تسخنوه من قبل على درجه الحراره ب 180. صافي كتخليوه طيب حتى كطلع تقريبا من 30 دقيقه حتى ل 35 وغتكون واجده. صافي بالنسبه للقطر عندي 24، شفتوا 24 باش ما ننساش بعد نوبات كننسى. صافي غادي نديها للفران ومن بعد غادي نرجع. الكيكه ديالنا وجدات تبارك الله ما شاء الله، جات من داكشي الرفع. على فكره بالنسبه للطحين 200 غرام قد غد مع ثلاثه البيضات، كل بيضه كما قلت لكم في الاول من 69 حتى ل 70. ها نتوما غنخليها شويه تدفى باش غادي نقلبها باش غادي يمكن ليا ندهنها، اولا ندهنها دابا بشويه العسل. صافي دابا غادي نقلبها. واخا هاد اللوز غيطيح في الاخير غادي نجمعو، غندير لها شبكة. شو والأرواح داكشي رفع ما عندي ما نقول. صافي غادي نخليها حتى تبرد تماما، المهم غادي نقلبها باش غادي نزينها ونخليها تبرد هنا. صافي غادي ندهنها بديك المعلقه ديال العسل كما تتشوفوا. ونخليها حتى تبرد ومن بعد نقطع عليكم باش تشوفوها كي جات. شوفوا كي جات محمره
صافي غادي نختم معكم الفيديو هنا. بالنسبه غادي نقطعها تنقطعها ان شاء الله غادي نديرها لكم في المقدمه. وبالصحه والراحه، وكنشكركم بزاف على المشاهده وعلى تشجيعاتكم اللي وصلت لهنا. ما ينسانيش من لايك والبارطاج، وشكرا، الله يجازيكم بخير. وشي تعليق زوين بحالكم او لا شي قليب اللي درتو كل شيء مزيان. وبالصحه والراحه، استودعكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.